السلطة الشرعية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. مفيش واحد ياخد قرار الحرب والسلام من غيره. المقاومة هتقول لك أنا اللي قاومت وأنا اللي ضربت وأنا اللي معايا السلاح وأنا اللي قمت بهذا الكلام، إزاي تستبعدني من القيادة؟ ممكن وجهة نظرهم كده. أنا مش عايز استبعده من القيادة، ده قرار فلسطيني، لكن تقرره السلطة الوطنية الممثلة للشعب الفلسطيني. نعم. بدون ده فأنت مش عايز تعمل دولة، أنت عايز تعمل حاجة زي نوع كده من ميليشيات، كل واحد يبقى ميليشيا. ما هو على فكرة عندنا خطر كبير في المنطقة اللي هي فيها جزء دلوقتي من الدول بيقول نبني نفسنا، يعني نبني نفسنا تكنولوجيا، نبني نفسنا عشان السبق اللي موجود الفظيع اللي في العالم. نعم. نبني إمكانياتنا. عشان تعمل دوت أنت محتاج استقرار إقليمي. الاستقرار الإقليمي للأسف الشديد بيهدده هذه الفرقة اللي موجودة في عدد من الدول العربية. هنا مين اللي بيدي للإسرائيليين فرصة الفيتو عليهم؟ هم يعني. إنما بعد كده تعملها بالانتخاب، إنما مش تيجي تعمل الانتخابات وبعدين تقول مش هعمل الانتخابات، أو إن أنا 2007 وخلاص بعدها ما عملتش. ما هو يعني هو عم حد، وحتى الرئيس محمود عباس أيضا إيه اللي عملوه في غزة حتى؟ يعني ما عملوش انتخابات، ما عملوش تصويت، ما عملوش حتى للمحليات انتخابات. نعم. طبعا شالوا فتح بره بره القطاع كله. يعني ده مش بتاع بنى دولة، ده بنى يعني ايه مقاطعة يمكن تقدر تسميها كده يعني. فبناء الدولة على عاتق الشعب الفلسطيني والقادة. أرادت إسرائيل أو لم ترد. النخبة الفلسطينية لابد ألا تكون منقسمة، وأنه لا بس هو ولا تأخذ يعني أوامر من حد. نعم. للأسف الشديد إيران بتلعب بيهم، تلعب بالجهاد الإسلامي. ما هو حتى يعني الشيء المدهش أنه الجهاد الإسلامي عمل حرب، ما هو دي حرب غزة الخامسة. نعم. في حرب الرابعة كانت عاملها الجهاد الإسلامي لو تذكر يعني. نعم. فمعناها أنه حتى في غزة ما فيش سلطة شرعية واحدة. نعم. يعني الاتنين مع بعض مش عاملين مجلس وحنحكم قطاع غزة. اللي هو بالمناسبة وهم موجودين كان نتنياهو بيقول أنا عايز أدعم حماس والجهاد الإسلامي علشان نضمن أن الفلسطينيين يبقوا منقسمين إلى الأبد. نعم. بس فهي الوقت كان يعني حصل الانقسام، دلوقتي احنا عايزينهم يجوا مع بعض تاني ونعمل دولة فلسطينية. فيبتدي الناس تقول لك ايه أنا اللي قاومت، لا وانا اللي عملت الاكل، يعني ما فيش حاجه اسمها كده يعني. المفروض ان الكل بيقاوم. مين اللي يقدم تنازلات هنا من اجل وصول دوله فلسطينيه؟ من الذي يقدم تنازلات عشان نوصل لدوله قائمه مستقله؟ انت لو سميت كل اي حاجه تنازلات ما حدش هيبقى عايز يتنازل. لا اتنازل لصالح البلد. لا وانا اتنازل لا. بقول له هو عايز الكرسي ولا عايز البلد؟ هو ده الموضوع. ما هو كل واحد ولا مصالح البلد؟ كل واحد هيقول لك انا مش عايز الكرسي، انا عايز البلد بس انا اللي اقودها. لا يعني في مجال السياسه. أيوة. الكلام يكون مش كده، يكون يعني الاقتراح المصري اللي جه في وقت من الاوقات وربما يرجع تاني، هو نعمل حكومه تكنوقراطيه. الحكومه التكنوقراطيه دي يعني ايه؟ يعني لما نقول انه في السيد فلان الفلاني دكتور كويس ولا مهندس كويس. نعم. ولا راجل بتاع تربيه وتعليم معروف في العالم. نعم. هنجيب احسن العناصر الفلسطينيه، واحد فيهم تبع حماس بيؤمن ان حماس على 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 حق. نعم. ومحدش هياخده ينفضه عشان يعرف هو ايه اللي مختوم على